رجعنا للعاصمة الرباط باش نجربوا ان كونسيبت امريكان شهانة غير من تصاور. الريستو كاين برياد سكوير، لا ديكو مزيانة وكيف فكرنا في الخمسينات ديال الميريكان، وهذه فرانشيز دخلت المغرب مؤخرا ودورنا هو نكتشفوها ونشاركوها معكم. خدينا ان برجر تمن ديالو 129 درهم، فيه 340 غرام ديال الكفته، ما يعني 4 ديال لي زيطاج، وانسان طبيعي محال ياكلو، ولكن عارفين عندنا شي متابعين الله يعطيهم الصحه وصافي. الحاجه الثانيه اللي كانت بالنسبه لينا جديده هي هاد لو ساندويتش، لو بري ديالو 54 درهم، كيكونوا معاه لي فخيط، فيه البيكن، البولي كريي، والفرماج ادام ومكونات اخرى، وتا هو فيه بزاف ديال الطبقات. اما هاد لي فخيط لو بري ديالهم 25 درهم، فيهم الشيدر، البيكن، البصل المقرمش والفلافل الحارة. وهذا البرغر الثمن ديالو 51 درهم وفيه الداخل لو بولي باني تقرميشة يا خويا. والختام مع هاد لي سي بي اس ديال الدجاج الحار كانوا بنان ولكن راه العافية، الثمن ديالهم 42 درهم. تحياتي لكم.